بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. لا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا. هذا الشرط الأول في شروط حد الزنا، الشرط الأول هذا هو. الثاني، الشرط الثاني انتفاء الشبهة، أن لا يكون له شبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. إذا كان هناك أمة مملوكة مشتركة بينه مشتركة وتلك الأمة لولده، فإذا وطئ تلك الأمة هذا فيه شبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، هذه شبهة. أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أي أمته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. هذه الشروط التي يثبت بها الحد في الزنا. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة، يعني قبلتها ولمستها ولكن لم أجامع، فأصبت منها ما دون أن أمسها أي دون الجماع، فأقم علي ما شئت. فتلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا قبل ولمس ولم يجامع، فإذا صلى وتاب إلى الله تاب الله عليه لأنه لم يجامع. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، لا يكون له شبهة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات، أي ادفعوا الحدود بالشبهات. قال المعلق: حسن وإسناده ضعيف، وورد من طرق عدة. وعن علي رضوان الله عليه مثله، رواه البيهقي والدارقطني رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ما وجدتم لها مدفعا. رواه ابن ماجه رحمه الله.
أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أي مملوكته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعًا وروي موقوفًا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني إذا وجد شبهة. رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة، ورمز له السيوطي بالصحة رحمهم الله. قوله: أو أكرهت المرأة على الزنا، روى ابن ماجة رحمه الله من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: أستكرهت امرأة، أي غُصِبَت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي رحمهم الله من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح غريب. وفي الموطأ لمالك رحمه الله أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، فاستكره جاريةً فوقع بها، فجلده عمر رضي الله عنه، ولم يجلد الوليدة أي الأمة لأنه استكرهها أي غصبها. ورواه البخاري رحمه الله من حديث صفية بنت أبي عبيد رحمها الله، وفي البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه: من أشراط الساعة يشرب الخمر ويظهر الزنا. أسأل الله العافية. الشرط الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطئ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. والأمر الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه سواء، أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحسنت؟ يعني هل تزوجت ودخلت بزوجتك؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه، ما أقر على نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا 2 فقال: شهدت على نفسك 4 مرات، اذهبوا به فارجموه. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه. وقال الشوكاني رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. وأخرج أحمد وأبو داود رحمهم الله عن نعيم بن هزال رضي الله عنه أنه قال له صلى الله عليه وسلم، أي لماعز: إنك قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، فأمر به أن يرجم. قوله: ويصرح بذكر حقيقة الوطئ، دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى ماعز بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أي بيدك أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها
قال يكني؟ قال نعم. يعني جامعتها؟ قال نعم. أن لا بد أن إقرار يكون واضح. رواه البخاري رحمه الله، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أنكتها؟ قال نعم. رواه البخاري رحمه الله. قوله ولا ينزع عن إقراره، أي لا يرجع عن إقراره. دليله حديث جابر رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه، وفيه فوجد من الحجارة يعني ألم، قال ردوني ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعنا أخبرناه، قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأما ترك حد فلا، وإنما يتأكد. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله، وفي سياق أبي داود رحمه آخر لأبي داود هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، يعني يرجع عن إقراره. قوله يصفونه أربعة، وبه قال الأئمة الثلاثة، يعني يشهدون أربعة شهود لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وروى البيهقي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه في قصة اليهوديين، وفيه فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، يعني شهادة واضحة. فأمر عليه السلام برجمها، وبهذا قال ثلاثة، يعني الشهود يشهدون في الزنا شهادة واضحة أنهم رأوا الميل في المكحلة، يعني رأوا ذكره في فرجها تماما. فائدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المحصن، ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس الزمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا تزوج ودخل بزوجته ثم زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف. رواه الجماعة إلا النسائي. أنزل الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه آية، ثم نسخ الله تلاوتها وأبقى حكمها باقي وتلاوتها منسوخة. وآية الرجم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن آية الرجم كانت في سورة الأحزاب. فإذا يشترط في شهود الزنا سبعة شروط، الأول أن يكونوا أربعة، الشهود أربعة، الثاني أن يكونوا رجالاً، الشهود في الزنا رجالاً، الثالث أن يكونوا عدولاً أي محافظين على الفرائض والنوافل، الرابع أن يكونوا مسلمين، شهود مسلمين، الخامس أن يصفوا الزنا بالزمان والمكان،
في وقت كذا ومكان كذا. السادس مجيء الشهداء كلهم في مجلس واحد. السابعة أن يكونوا مبصرين، أن لا يكونوا عمي. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. امرأة ليست مزوجة وليس لها عبد وليس ولا تملك عمدا وليس لها سيد وزنت وحملت. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لأن الحد يدرى بالشبهة. من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. يعني إذا ادعت أنها كانت نائمة أو أنها مكرهة انظر. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: ادرأوا الحدود بالشبهات. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين، يعني إذا كان هناك شبهة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، إذا هو شبهة. وعن أحمد رحمه الله: تحد وفاقا لمالك، يعني إذا حملت ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة تحد. دليل ذلك أنه قول علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنها تحد إن لم تدعي شبهة، إذا لم تقل أنها عليها شبهة يقام على الحد. وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب: وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم معه برجم المرأة التي ظن بها حمل ولا زوج لها ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله في أصح قوليه اعتمادا على القرينة الظاهرة. والقول بأنها لا تحد هو قول جمهور العلماء، يعني إذا ادعت شبهة، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب حد القذف: إذا قذف المكلف أي البالغ العاقل محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه إذا كان نصفه حر ونصفه مملوك. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. قال: شروط الإحصان الذي يجب به الحد خمسة: العقل أن يكون عاقلا، والحرية أن يكون حرا، والإسلام أن يكون مسلما، والعفة عن الزنا يعني بعيد عن الزنا، وأن يكون كبيرا يعني فوق 10 سنين يجامع مثله، وهو ابن 10 وبنت 9. ابن 10 يقع منه الزنا، وبنت 9 كذلك تبلغ. قوله 80 جلدة لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا حفظ لأعراض المسلمين، لا ترمي أحدا بغير بينة. قوله: وإن كان عبدا، إن كان القاذف عبدا 40 يجلد 40. ما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء رضي الله عنهم وهلم جرا، يعني وقس على ذلك، ما رأيت أحدا منهم جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قوله: وهو حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. ويشترط لإقامة الحد بعد تمام القذف 3 شروط: مطالبة المقذوف، المقذوف يطلب بإقامة الحد، واستدامة الطلب إلى إقامته بأن لا يعفو، وأن لا يأتي القاذف ببينة. ورجح ابن حزم أن القذف من حقوق الله فلا يجوز أن يعفو عنه. قوله: الملتزم، هذه اللفظة غير موجودة في المقنع، وإنما هي من زيادات الماتن أي صاحب المتن. ولعل المصنف رحمه الله ذكرها تبعا لبعض الأصحاب، لأنه يتنافى مع قوله المسلم، المسلم ملتزم، وإنما محلها كتاب الحدود وقد ذكرها فيه. والملتزم هو المسلم أو الكافر الذمي أي الذي دفع الجزية بخلاف الحرب. قال: صريح القذف يا زاني يا لوطي، هذا صريح لفظ القذف، لفظ القذف أو ونحوه. وكنايته: يا قحبة، يعني للمرأة، يا فاجرة، يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت قرونا ونحوه. هذه كنايات على الزنا، وإن فسره بغير القذف قبل. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، أي هذا القاذف، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. قوله: صريح القذف، الصريح هو ما لا يحتمل غيره، والكناية ما تحتمل غيرها. قوله: وإن فسره بغير القذف قبل، أي مع يمينه كما في الإقناع، ووجب تعزيره أي تأديبه، وهذا خاص بألفاظ الكناية، دون الصريح فلا يقبل. تفسيره: الذي يقبل كما لو نوى القحبة أنها مستعدة للزنا ولم يرد الزنا، ونوى بالفجور مخالفة الزوج، ونوى بالخبيثة خبيثة النية ونحو ذلك، يعني ما نوى الزنا كخبيثة الطبع، فيقبل ذلك حيث وجد الاحتمال. تنبيه على قوله: وإن قذف أهل بلد لا يتصور منهم زنا عادة عذر، أي يؤدب. هل تشترط المطالبة منهم أي أهل البلد؟ المذهب لا تشترط، لأن تعزيره للدفع عن أعراض المسلمين، والذي لا يتصور الزنا منهم أهل البلد الكبير والجماعة الكثيرون، أهل البلد الكبير والجماعة الكثيرون. قوله: ويسقط حد القذف بالعفو. وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يسقط. وهذا منه بناء على أنه حق لله. وتوسط مالك رحمه الله فقال: إن بلغ الإمام لم يجز، أي العفو، وإلا جاز. دليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، أي لا بد من تنفيذه. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، ورمزه السيوطي بالصحة رحمهم الله.
فعلى المسلم أن يتقي الله ويحفظ لسانه عن أعراض المسلمين. باب حد المسكر أي الخمر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما عفا مسلم عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا. إذا عفوت عمن ظلمك الله يعزك سبحانه وتعالى. من عفا ما عفا مسلم عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا، أو كما جاء عنه عليه السلام. وروى مالك رحمه الله في المطأ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أجاز عفو المقذوف في الزنا. فائدة: القذف والقصاص في النفس فما دونها من الجنايات على الأبدان والأموال من حقوق الآدميين. القذف والقصاص والجنايات على الأبدان والأموال من حقوق الآدميين، والحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر، والحد في المحاربة والردة وجحد العارية، والحد في اللواط من حقوق الله تعالى. تكملة: يشترط لوجوب الحد على القاذف 4 شروط: أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا مختارًا ليس بوالدٍ للمقذوف، وإن علا أي الجد. وتقدم من الشروط 3 ومجموعها 7. باب حد السكر أي شرب الخمر. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا أي العلماء رحمهم الله على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد، وكذلك اتفقوا على أنها نجسة، وأجمعوا على أن من استحلها كفر. الذي يقول الخمر حلال كافر لأنه استحل ما حرم الله. قلت: وهذا شأن كل محرم، إذا كان تحريمه إجماعًا من استحله فقد كفر والعياذ بالله. والخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، نعوذ بالله. لأن الخمر أم الخبائث والمخدرات أشد والعياذ بالله. وهذا من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمن كامل الإيمان، بل ينقص إيمانه بهذه المعصية. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الخمر. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأخرج مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ثم ساق حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وأخرج أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والأحاديث في ذلك بلغت رتبة التواتر. قوله: فقليله حرام أي قليل الخمر حرام، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء خلفًا وسلفًا رحمهم الله. والأدلة على ذلك شهيرة
منها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان رحمهم الله. وهو خمر من أي شيء كان، يعني كل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك، من أي شيء كان. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غصة، ولا إلا لدفع لقمة غصة. إذا كان في حلقه لقمة ما وجد ماء ولا وجد شيئا ليدفع تلك الغصة إلا خمرا للضرورة فيباح، وإلا فلا يجوز استعمال الخمر مطلقا، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل، من أي شيء كان، متفق عليه. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو، أي فيحرم ذلك، لا يجوز شربه للدواء لأنه داء، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله من حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، لا يجوز شرب الخمر للدواء فإنه داء. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه أحمد والبيهقي وابن حبان وصححه. الحرام ليس فيه دواء. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولا يجوز التداوي بالخمر ولا غيرها من المحرمات. قوله: إلا لدفع لقمة غص بها، لعموم قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بهذا القول قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: لا يسيغها بالخمر على كل حال، أي لا يدفع الغصة بالخمر. وقال مالك والشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله: ما معناه الخمر تزيد العطش عطشاً، وهو خمر. قوله: 80 جلدة. وإذا شربه المسلم مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية، الحر يجلد 80 جلدة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حده 40 جلدة. دليلنا ما روى مالك والبيهقي والطبراني رحمهم الله عن علي رضوان الله عليه في شارب الخمر قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، أي تكلم بما لا فائدة فيه، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. وجاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان رضي الله عنه: قد أكثر الناس في الوليد، أي
تكلموا فيه، فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا رضي الله عنه فأمره أن يجلده، فجلده 80. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه رحمهم الله. و40 مع الرق، إذا كان عبداً يجلد 40 في الخمر، لأن الرقيق حده في الزنا نصف حد الحر. فكذا هنا قال تعالى في شأن الإماء أي المملوكات: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد احتج مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله أنه سئل عن حد العبد في الخمر، قال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جلدوا عبيدهم نصف الحر نصف الحد في الخمر. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لا عند الشافعي رحمه الله، فعلى التنصيف يكون حد الرقيق 20 جلدة. وقال عليه السلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، نعوذ بالله. رواه البخاري رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وتحريم الخمر من محاسن الدين الإسلامي لما ينشأ عنه من المفاسد والأضرار على القلب والبدن والأخلاق والمروءة، ولهذا كان الخمر شربه مستبشعًا حتى في الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أي من علامات القيامة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لـ50 امرأة قيمهن رجل واحد، أي الذي يدافع عنهن رجل واحد من كثرة النساء وقلة الرجال. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأهلنا من اسم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمسلمين والمسلمات. وقد أجمع الأطباء من العرب والأوروبيين على مضرته على النية، على مضرته أي الزنا على البنية الإنسانية. وقد نقل الجرياوي رحمه الله في كتابه حكمة التشريع أقوال الأطباء من العرب والأوروبيين في الخمر ومضارها، والله عز وجل قد بيّن أضرارها. ثم قال: هي أم الخبائث ورأس المصائب والنقائص، ضررها يتناول الروح والجسد والمال والولد والعرض والشرف، فكم خربت دوراً وأذهبت عقاراً وأقامت فتناً وأثارت محنا وولدت إحنا أي بغضاء، ونقلت العقل من حلة التفكير والتدبير والحكمة والرشاد إلى الجنون والبغي والفساد، وكم أحدثت من عداوة وبغضاء بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، وكم فرقت الأصدقاء وشتتت شمل الأخلاء الأصدقاء. يشربها الصعلوك أي الفقه المسكين فيخيل إليه أنه الخليفة على العرش، أن إذا شرب الخمر يتكبر ويظن أنه ملك. يشربها الصعلوك أي الفقير فيخيل له أنه الخليفة على العرش، والجبان يشربها الجبان فيرى نفسه فارس بني عمرو، يعني يرى أنه جريء
والغبي فيقول أنا إياس في الذكاء وأرست في الحكمة، والجاهل فينادي أنا حبر الأمة. فلا كنت يا عقار وشلت يمينك أيها الخمار، وسحقا لكم أيها الأشرار. ثم قال الجرجاوي رحمه الله في عناوين هذا الباب: حكمة تحريم الخمر. ثم قال: تأثير الكحول على شارب الخمر. ثم في عنوان آخر: تأثير الكحول على الدورة الدموية. ثم في آخر: شركات التأمين وشارب الخمر. ثم قال: إحصاء عدد موتى شارب الخمر. ثم قال: الخمر سبب في ضعف صحة شاربها. وساق في كل عنوان ما يناسبه. ثم قال: شرب الخمر والبلاد الحارة. ثم ختم هذه العناوين في قوله: شرب الخمر سبب في السجن. انتهى كلام الجرجاوي، فليعاود في الجزء الثاني صفحة 269. أما الدخان الذي عمت به البلوى وكان حدوثه في القرن العاشر الهجري، فحرمه العلماء لأمور: الدخان أنه مخدر، وفي سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، أنه من المسكرات، فالبعض من الذين يستعملونه ويمارسونه استعماله إذا شربه الشخص برهة من الزمن ثم تركه أياما ثم عاود شربه، يعني يسكر، فالبعض من الناس يسكر حينئذ ويذهب عقله ويفقد شعوره. تواترت بذلك أخبار الثقات المشاهدين لبعض أحوال من ذكروا من شراب الدخان أنه مضر بالبدن. الدخان مضر بالبدن بلا فائدة، وضرره على البدن لا ينكره منكر، حتى من كان يتعاطى شربه ويعترف بذلك. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أنه مضر بالقلب وبالدورة الدموية وبالصدر، ويجمع أجزاء البدن وبجميع أجزاء البدن، وأنه مورث للسعال، وسببه سده لأفواه العروق وتضييقه مجاري الدم. وأيضا قد أثبت الطب الحديث أن مرض السل وكذا السرطان غالبا ينشأ من شرب الدخان. وإذا ثبت أنه مضر بالبدن وقد ثبت ذلك ولا منازع في ذلك، فهو حينئذ محرم بالإجماع. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان وما اشتمل عليه ليس ملكا له، بدنك ملك لله، فلا يجوز له لا عقلا ولا شرعا أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن فيه شرعا. فالمضر لا يجوز للمسلم أن يستعمله. الدليل الرابع أنه مضر بالمال بلا فائدة، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، ونهى أيضا عن التبذير. ومن المعلوم أن شارب الدخان ينفق على شربه أسبوعا قسطا من ماله، فكيف بمجموع ذلك سنويا؟ وليس فيه أي فائدة ومنفع، بل هو ضرر محض. وإذا ثبت أنه مضر بالمال بلا فائدة فهو من هذا الوجه محرم بالإجماع. فلو أن إنسانا أتلف ماله أو شيئا منه بنار أو غيرها فلا مخالفة في تحريم ذلك، فكذا هنا لا فارق بينهما البتة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الدليل الخامس على تحريمه أي الدخان أنه ليس من الطيبات، وقد أمر الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وعباده الصالحين أن يأكلوا من الطيبات. جاء ذلك
في 21 آية من آية الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو قيل لإنسان سليم الفطرة معتدل المزاج: نحن نحكمك ونطلب منك الجواب، هل الدخان من الطيبات أو من الخبائث؟ فلا شك ولا تردد جوابه ذلك، يصرح به: لا، بل هو من الخبائث، الدخان من الخبائث. والشاهد على أنه ليس من الطيبات أن طعمه خبيث ورائحته خبيثة، وغالباً لا تجد الشارب الدخان متديناً وصاحب سلوك مرضي. ومن الأدلة على أنه ليس من الطيبات أن المساجد من حين وجد شرب الدخان في القرن العاشر الهجري وهي تحترم وتنزه عن شربه فيها، وهي تحترم أي المساجد وتنزه عن شربه شرب الدخان فيها. ومن المعلوم والمتقرر أن المسلمين شرقاً وغرباً يأكلون ويشربون في مساجدهم إذا اقتضى الحال ذلك. أما الدخان فلا، وهذا أعظم برهان وأقطع حجة على أنه ليس من الطيبات، وإذا لم يكن منها وهو من الخبائث قطعا. ولكن كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والشاعر العربي يقول: يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالدخان خبيث وحرام. باب التعزير التأديب. قال: وهو التأديب، التعزير التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، كتقبيل المرأة وغمزها، وسرقة لا قطع فيها يعني دون الحد، وجناية لا قود فيها أي لا قصاص فيها، وإتيان المرأة المرأة يعني أن تسحق المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. قال: دليل ذلك الآيات الواردة في وجوب إنكار المنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمنكر هو كل ما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والخمسة رحمهم الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. والتعزير لغة المنع، واصطلاحا التأديب. قوله: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، دليل ذلك حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه الجماعة إلا النسائي رحمهم الله. أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وكثير من العلماء رحمهم الله، فقالوا: لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. وترجم البخاري رحمه الله لحديث أبي بردة رضي الله عنه: باب كم التعزير والأدب. وعن أحمد
رحمه الله تجوز الزيادة على 10 جلدات، ولكن لا يبلغ به 40 جلدة، لأنه أدنى حد مقدر، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. والجواب عن حديث أبي بردة رضي الله عنه مذكور في شروح الأحاديث المطولة، وقد أخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود 40 صوتا. ومن أحسن الأجوبة جواب ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: ما معناه الذي لا يزاد فيه على 10 جلدات؟ هو ضرب الأب ابنه، والزوج لزوجته، والمعلم صبية، من أجل التهذيب والتقويم لا من فعل معصية. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز الزيادة على المقدر، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين وابن القيم رحمه الله جواز الزيادة في التعزير على 10 جلدات، والعمل بهذا القول أولى للنصوص الواردة في هذا الباب، فباب التعزير واسع، وترتيبه على حسب الجرائم والجنايات وما يترتب عليها من مفاسد. ومن محاسن الدين ومصالح المجتمعات البشرية تأديب المجرمين وإرهاب المعتدين، والهدف السامي والمقصود أيضاً صلاح المعتدي والجاني. وأحكام شريعتنا الإسلامية حكيمة ومقاصدها جليلة، ومن حكم على الجاني أو غيره بحكم يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن الأجوبة على حديث أبي بردة رضي الله عنه: الذي لا يزاد فيه على 10 جلدات مثل ضرب الرجل امرأته وعبده وأجيره وتلميذه للتهذيب والتقويم كما تقدم. قوله: ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر، الذي يلعب بذكره ويخرج المني يعذر إذا كان من غير حاجة. استدل بعض الأصحاب على كونه معصية بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالاستفاء اللعب بالذكر وخراج المني لم يأذن الله فيه، بل هو من المحظورات. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الاستمناء فقال: نائك نفسه، الذي يلعب بذكره ينيك نفسه، وهذا تنفير من هذا العمل. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أعبث بذكري حتى أنزل، قال: أف، نكاح الأمة خير منه، تتزوج جارية مملوكة خير من هذا، وهو خير من الزنا. ودليل جوازه للحاجة ما قاله الحسن رحمه الله في الرجل يستمني، قال: كانوا يفعلونه في المغازي، وعن العلاء بن زياد مثل ذلك. وقال مجاهد رحمه الله: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، يستعفون بذلك، أي يحفظون عن الزنا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والتعزير لا يختص بنوع معين، بل يرجع فيه إلى الاجتهاد الحاكم في نوعه وقدره، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقول كثير من العلماء رحمهم الله. فائدة جليلة: فائدة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وفي رواية زلاتهم، أورده بالتلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله من طرق
حكم على جميعها بالضعف. يعني الإنسان المستقيم إذا زل زلة يعفى عنه، وأما المشهور بالفساد فهذا يعذر وعلى تقدير ثبوته. فقد نقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله قال: ذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة فيعفى عنه، يعني غير الحدود. وقال في التلخيص رحمه الله وقال الماوردي رحمه الله: في عثراتهم وجهان، أحدهما الصغائر، صغائر الذنوب، والثاني أول معصية زل فيها مطيع. ورجح ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد اسم كتاب الوجه الأول، وهو أن الذي يقال هو على فعل الصغائر دون الكبائر، فعلى المسلم أن يحذر المعاصي كلها. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. باب القطع في السرقة من محاسن الدين الإسلامي، تأديب المجرمين وإرهاب المتمردين بالنكاية الصارمة، ومنه قطع يد السارق، وفي ذلك من الحكم والمصالح ما لا يحصى، فلا يسود الأمن في البلاد ولا يحصل الاطمئنان للفرد والمجتمع البشري إلا بتطبيق أحكام الشريعة. فالسارق وغيره من المعتدين إذا أمن العقاب والأدب الزاجر تجرأ على السرقة وعلى فعل المحرمات، وفي ذلك من الشرور والفتن ما الله به عليم. ومن حكم على السارق أو غيره بحكم يخالف حكم الله تعالى ورأى أن القوانين الوضعية أصلح من حكم الكتاب والسنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويدرأ في نحره. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبلها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن المعري لما قدم بغداد اعترض على الشريعة بقوله: يد بخمس مئين أسجد وديت، أن اليد إذا قطعت ظلما ديتها 50 من الإبل، يد بخمس مئين أسجد وديت ما لها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ من مولانا من النار. يعني اعترض على حكم الله، ولما اشتهر عنه ذلك تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت اليد أمينة فمن اعتدى عليها ديته 50 من الإبل، لما كانت أمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، لما سرقت تقطع في يدي في ربع دينار. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجني جنا عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب، والله حكيم عليم جل جلاله. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع. الملتزم أي لأحكام الشريعة، وهو المسلم الذي يلتزم بأحكام الشريعة.